لهنا انا السوب نتاعي بريسك حضرت، حطينا الفريك نتاعنا فيها حتى لين تختار، نجمو في الاخر نزيدو قرايم فلفل اخضر ورشه فلفل اكحل. لهنا توا جست باش نوريكم كيفاش هي تختار، يعني بالشوربه فريك بالطبيعه نجمو نحطو لسان عصفور وكيف كيف. لهنا السوب نتاعنا نخليوها، نجي توا للبريك الدنوني باش نوريكم كيفاش نعملوا الفخس نتاعنا في وسط البات وكيفاش نحلوها. كيما تشوفوا من الاول حليت هكايا الفورم، من الاحسن تكون دائريه يعني نحلوها، هذيا تكون صغيره ما تطوعناش كي باش نلفوها. دونك شنو نعملوا؟ ناخذوا البات نتاعنا نزيدوا نحلوها اكثر لين تولي لنا بات فين. كيما تشوفوا كيما هكا هذيا البات فين نتاعنا، نحطوها كيما هكا. ناخذوا الفارس نتاعنا اللي هو قلنا لحم مفروم وبندق وجبن رابي، نحطوا كونتيتي صغيره باش نجمو نلفوها، نحطوا كيما هكا، نسكروا على جنب كيما هكايا. نجيو توا نقعدوا نسكروا عليها بالكدا لين البات تولي فين اكثر هكاكا باش تطاوعنا انه نعملوا لي فورم هذوما كيما قاعدين تشوفوا لهنا. باه توا شنو باش نعملوا؟ باش نشدوا الجنب هذايا نسكروا عليه منا كيف كيف اللي بعده، عبارتنا نطويو فيها على بعضها معناتها اجنبها، وهذايا ما تنجح معانا كان كيما وريتكم لازم الحراف تكون جويدين بالكدا كيما هكا. نكملوها للاخر بالكل. هذايا كعبه البريك الدنوني نتاعنا كما قاعدين تشوفوا، هاي كعبة أخرى كما هكا. نجمو اللي استصعبت عليه العملية هذية عادي راهو جوست يسكر عليها بالكدا أجنبها ويخليها على جنب تشد روحها، ومن بعد نقليوها في زيت سخون يكون غارق شوية. أنا باش نكمل لي فورم نتاع البريك الدنوني نتاعي، وتوا نخليكم ترجعوا لإناس. شكرا للشيف، ان شاء الله يا ربي اذا كانت تابعونا يكون المنيو نتاعكم هو نفسه المنيو نتاعنا لهنا في البلاتو في نسمه رمضان. نسمه رمضان ما تنسيناش في الشان التربوي، وبرشا اسئله تجينا الحقيقه وبرشا تساؤلات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي حول الزمن المدرسي الجديد اللي فرضوا شهر الفضيل هذايا وتلقي المعرفه بالنسبه لصغيراتنا. سي نصر الفضلاوي اهلا وسهلا ومرحبا بك، متفقد عام للمدارس الاعداديه والثانويه. كل عام تحيي بخير سعد. حياك الله المثالو. مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافه اللطيفه. ان شاء الله رمضان مبروك على جميع التونسيين والتونسيات مشاهدي القناه الوطنيه وخص بالتهنئه زملائي في جميع اسلاك التربيه. طيب طبعا نحيي كل رجالات التربيه اللي حتى في كل الاوقات يقري، ونعرفوا اللي هي من تصنف من المهن الشاقه سي ناصر. نعم. وقداش يشي حريقهم معناها بالحق بالفعل، وباش يوصلوا المعلومه وباش يخدموا بضميرهم المهني المعتاد. قل لي سي ناصر، السؤال عنده جدواه يبدو لي، لانه كان تسال الاولياء يقول لك والله ما عرفتش وقتاش نقف مع صغيري، في النهار صايم تعب وفي الليل نفشل وما عنديش هيك الاستعداد البدني والذهني والنفسي. تسأل الصغيرات أكثر وأكثرين، دونك فما إشكالية يبدو مع الزمن الجديد اللي فرضته الرزنامة الجديدة لوزارة التربية. خلينا نبسطوا عملية التعلم للسادة المشاهدين. إيش معناها متعلم؟ معناها أنك تحط أي شخص أمام تعلمات تدريب أو تكوين وتنتظر منه أنه باش يتفاعل معاه باش يتعلمه. على شرط أن يكون هذا في وقت أو في حالة عادية. أي. في رمضان ما فماش حالة عادية. علاش؟ لأن الزمن باش يكون أقصر، فيعني لازم الأستاذ يأقلم درسه مع ال 45 دقيقة عوض 55 دقيقة. عادة التلميذ يجيك في وضع طبيعي، لكن وقت يجيك التلميذ جيعان، والمثل تعرفوه ان يقول لك البطن الخاوي لا تفكر. اي فما اشكاليه. من المفروض انه ولو اني نقشك شويه خليني مسيش هو نتفاعلوا مسيش نتفاعلوا معك، لانه يبدو مثبت علميا انه درجه اشتغال المخ تكون عاليه ايضا وقت اللي نكونوا صايمين، يعني يظهر لي هكا يبدو لي، ونصحوا المعلومه اذا كانها غلطه. هو علميا يقول لك كل ارباك في الطعام او زمن الطعام او نوعيه الطعام يحدث ارباك للبدن وللعقل. أي. مثلا نعطيك مثال الجلوكوز اللي يعتبر غذاء
يعتبر أكسجين المخ. إذا كان إنسان يمشي لك وماهوش عنده الطاقة، لأن الجلوكوز ناخذوه من مشروبات، من حاجات فيها السكر، صحيح سكريات خاصة، مرات يوصل الطالب أو التلميذ بصفة عامة للإغماء. لذلك من المفروض أنه عادة الإنسان باش يتعلم لازم يكون بدنه متغذي. هذايا توا اكيد احنا البارح خصصناه لكبار السن، اليوم حكينا على عسر الهضم، غدوه ان شاء الله بكشي نحكيو على الصغيرات وكيفاش نجموا نعطيهم نصائح في التغذيه باش يمشيو مصحصحين وفايقين. باش تعطينا انت من اهل المجال ومن اهل الخبره، خبره سنواتك الكل سي ناصر، كيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا شهر ماهوش شويه لانه بعده مباشره ندخلوا في الامتحانات، دونك اذا كان نضيعوا الشهر هذايا اشكال كبيره على التحصيل المعرفي نتاع صغيراتنا، كيفاش تتعاملوا مع تلقي المعلومه في الشهر هذايا؟ هو النصيحه اللي ينصحوا بها الناس الكل معناها الاكل وقسط كافي من النوم. اي تلميذ يدخل القسم وهو يشعر بالنوم عاده مش باش يتلقى، حتى رغبته في التعليم مش باش تكون موجوده. اذا هو هذا دور الولي مش دور المدرسه، دور الولي انه بعد شق الفطر يحافظ على العادة النوم لأطفاله، ما يخليهمش يسهروا برشا، ما يخليهمش يخرجوا، معناها نقول ممكن للترهيد إيه، لكن مش بطريقة فوضوية. أي لأنه اللي راهو فيه توا باش نكونوا واقعيين، وكلنا عنا صغيرات وكلنا الوضع مش عاجبنا ونلوجوا في الحلول. يعني صغيراتنا توا قاعدين يسهروا برشا قدام شاشات التلفزيون، والا قدام الحواسيب والمحمول التليفونات المحموله، والا حتى يخرجوا قدام الدار يعني في الحوم وبرشا، هذه موجود العادات هذه، دونك هذا غير منصوح به. غير منصوح به. انا ننصح الاولياء ان اهم حاجه بعد الاكل والشرب هو النوم. اي الحاجه المهمه بالنسبه للتلم. انا ننصح الاولياء انهم اول شيء ما كثروش على أطفالهم بالمراجعات وبدروس الخصوصية وبالكثير من الأشياء، وينظموا لهم وقتهم خاصة بعد شق الفطر وقت يكون البدن والمخ متغذي. النصيحة الأولانية اللي خذيناها منك أنه نحاولوا نحافظوا حتى كان مش يوخروا بساعة مش بأكثر في توقيت مش النوم مش مشكلة. تقول لي الحاجة الثانية، وقتاش أنت قلت المراجعة ودروس الخصوصية، به خليهم على الشيرة، الواجب المدرسي وقتاش نعملوه سي ناصر؟ يعني يروحوا تعرف صغيراتنا خاصة العمر الإعدادي ساعات تبدأ سنة الأولى مع الصوم، يبدا بالحق الصغير داخل بعضه تاعب يعديها نوم. الواجب المدرسي فرصه باش نطلبوا من الزملاء المدرسين ان يخفوا على التلامذة من الواجبات المدرسيه. باهي التخفيف، لانه هيك جاي منك انت الرساله هذه يا راهو، لانه انت رجل تعليم بخبره سنواتك الكل، دونك يا ريت لو كان نخفوا شويه الضغط. اي نخفوا عليهم الضغط، نخفوا عليهم المتطلبات، معناها مش لازم فما حاجات نجم نعملوها في القسم، هو من المفروض نعملوا كل شيء في القسم، اما اذا اضطرينا لظروف مرات تتجاوز خليني نقول لك قدره الاستاذ في القسم، لان ما يقع غياب او اي بيرتورباسيون عفوا في القسم، ما يلتجأ الأستاذ أو المدرس بصفة عامة أنه يعطي دروس يتمها التلميذ في الدار، فممكن نجموا نخفوا عليهم في الجانب هذا. طيب وحتى نحوصل إجمالا كيفاش نجموا نخرجوا سلامات من شهر هذايا، نصوموا بصحة البدن إن شاء الله، أكيد. وفرد وقت نمنعوا القراية نتاع صغيراتنا، نصيحة كان وجهوها المرة هذه الأولية، أنت خاطر عطيت نصيحة للإطار المدرسي، عطيت نصائح للصغيرات والأولياء. أنا دائما كما قلت لك الأولياء لازمهم يراقبوا أطفالهم. يراقبوهم من مش ممكن انه معناها التلميذ يعدي ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه يتفرج في التلفزيون وبعد يمشي يعمل مراجعات. من المحبذ انه يقوم بواجباته المنزليه مباشره، ياخذ شويه راحه بعد شق الفطر هذاك اللي بدا منه، استرخاء شويه، يكون خذا كثير من السوائل باش ينجمك ويحضر دروسه الغدوه. شكرا لك سي ناصر، ان شاء الله ترجع بحذينا وتعطينا من جوانب اخرى، كل مره ناخذوا الجوانب المعرفيه لانه باش رمضان يتعدل لنا سلامات وبعد مباشره تجينا فرحه الامتحانات والنجاح ان شاء الله. شكرا لك سي ناصر، شكرا، مشكور على الحضور معنا. نقطة خارجية أخرى مع زميلتي حنان القاسمي، باش ناخذوا ديما نقطة من السوق، نشوفوا الأسعار، نقارن الأسعار من جهة الجهة. حنان القاسمي مرة أخرى عندك الخط، تفضل. شكرا لك إيناس، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متتبعي القناة الأولى. احنا كالعادة ديما إن شاء الله باش نأمنوا لهم فقرتنا اليومية مع بوان مارشي ونعطيهم فكرة على الأسعار. اليوم احنا في سوق الغزيلة، باش نبداو مع بعضنا ونشوفوا الأسعار. البداية باش تكون مع البرتقال الحلو، البرتقال الحلو 2990،
الفريز اللي هو نجم نقولوا فيه شويه مازال كيف بدا ارطل الفريز ب 3750، البطيخ زيد فيل ومشتي 7500. هذيا بالنسبه للكيلو ولا ارطل البطيخ؟ الكيلو البطيخ ب 7500، التومسون 3650، التفاح الاحمر ب 5980. الدقلة قديش الدقلة؟ الدقلة 11 دينار. منين الدقلة هذيا؟ مرحبا بك، نتعرفوا عليك. منير الشيخ. منير، الأسعار توا شنو حوالها؟ هكا شوية مش الغلة، الأسوام طالعة شوية ولا كيفاش؟ الأسوام طالعة شوية برشا. الأسوام طالعة شوية وسلعة ناقصة برشا، معناها مش موجودة مش متوفرة بكمية كبيرة برشا. مشكلة عادة قاعدة تتزايد. مشكلة عادة، خاصة الفلفل والطماطم والواحد وكل شيء ناقص. باش ندخلوا احنا ونحكيوا على الفلفل والطماطم وعلى الخضرة المفقودة، شنو حوالها؟ برشا حاجات ناقصة. حاجات ناقصة برشا. المواطنين يعني يعيش المواطنين يعني يلقاو فما حاجات يفقدوها عندكم توا خاصة في شهر رمضان وبرشا حاجات مش هي. أول رمضان معناها تصير حاجة كيما كيما ناقصة شوية سلام، مش في العادة ديما في رمضان ديما. تسمح ندخلوا شوية وناخذوا فكرة على الأسعار اليوم في الغزيلة بالنسبة للمعدنوس قداش؟ معدنوس 500. 500 فرنك، 500 ملي. باهي، القرع الأحمر 2300. القرع الأحمر 2300 والقرع الأخضر زوز 2300. 2300 القرع الأخضر. اسفنارية اليوم 1380. واللفت كيف نفس الاسم. البيتراف قداش؟ هذاك ب 1610. الفجل دينار. الفجل اليوم بدينار. والبسباس 2300. قداش الخاصة؟ خاصة باهي. والاسفنارية 1300. المعدنوس قلنا احنا ب 500 مليم اوكي كل شيء متوفر. بالنسبة للمعدنوس نعرفوا اللي قبل يكون عليه أكثر. أكثر حاجة. السلق. السلق 600 الربطة. والليتو. الليتو دينار. الطماطم بدينار دينار و 840 كيلو طماطم اليوم في الغزاله في اريانا 1840. الخيار 3750. او قاعد زميلنا احمد يأمننا في الاسعار. البروكلو ب 1380. الكرنب براس الكرنب قديش؟ كيلو 1380. البطاطا ب 1700. البارح لقيناها مفقودة احنا في اريانا، اليوم في حي الغزالة موجودة البطاطا، كيلو البطاطا ب 1700. البصل الاحمر ب 850. الجلبانة، كيلو الجلبانة قديش اليوم في الغزالة؟ 2300 كيلو الجلبانة. هاو الجلبانة الجلبانه وال فوالا ب 2300. والفول 18.40. البصل الابيض دينار و 180. البصل الابيض نعرفوا اللي توا برشا فما استهلاك على الجلبانه، التوانسه يحبوا برشا الجلبانه والجناريه. هاكا نشوفوا فيها الجناريه قداش الجناريه؟ 1300. احنا باش نختموا جولتنا فقط مع اسعار اللحوم، باش نشوفوا قداش كيلو اللحم اليوم، العلوش والبقري، باش نخدموا بهم جولتنا في سوق الغزاله بالنسبه لليوم، او باش نتابعوا مع بعضنا ونشوفوا سعر اللحم كيلو اللحم العلوش قداش. عسلامه، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا. اللحم قداش كيلو العلوش قداش؟ 31 دينار. 31 دينار. وكيلو البقري قداش كيلو اللحم العلوش قداش؟ البقري 31 كيف والمرقيس؟ مرقيس كيف 30 دينار. 30 دينار. ما فماش معناها رينا برشا شوا برشا حاجات والا لا منيش زعما اللحم مفقود فماش لحم توندونس فير لا سكاو تورناتا شاير مليون و100 كيفاش تحب اللحم موجود العلفه مش موجوده دونك وفيها كل شيء نعيشوا كونجونكتور في اللحم سي فيني بالنسبة لتونس تو والإقبال المواطنين نقص ولا زيت ونعرفوا اليوم احنا عندنا 40 في رمضان الكورب اون دي كروسانس قاعدة وتمشي نقص كان من الأول فما بيك مي تو دي كروسانس توتال قبل رمضان تكون فما شوية لهفة وإقبال ولا يمات الأولى وتعطي شوية كاو با بلوس كاو سي فيني خاطر البوفوار داشا طاحت هاك تشوف الأسوام طالعة برشا وهي مش ربحة ما فماش
تو سيكتور فيوند اللي اون بانيك فماش تنجموش تقتنيو كميات كبيره ما تنجموش مش نقتنيو تنجم توفر مي الهامش الربع ما فماش والمواطن اللي مويان تاعو سون فيبل والعلفه طالعه برشا كيفاش تحب انت السوم يجي مناسب 31 دينار باش التوانسه الكل يقدروا عليه مش اي معناها كي تحت كي تحسب لا كومباتيبيليتي بارابور بوفوار داشا سي فيني واضح ان شاء الله ربي يجيب لكم القسم وربي يعاونكم الناس الكل. تقريبا كنا معكم وامنا لكم فقرتنا في بوان مارشي هكي خديتوا فكره على الاسعار بالطبيعه احنا ان شاء الله كل يوم نكون معكم احنا كملنا جولتنا نستسمحكم شكر كبير لكل زملائي التقنيين اللي رافقوني في نقل في تامين هذا النقل الخارجي احمد خضري شكرا لي وكل الزملاء علي عون كل قولوا لي سمينا ونبيل نويوي كل الزملاء مشكورين انتم اقعدوا في المتابعه مع زميلتي ايناس وفقرات اخرى باش تكتشفوها تباعا تحياتي لكم الكل انتم جنود من نسمة رمضان ومادام سميت حنين خليني زادة نشكر كل اللي حاضرين خلف الكاميرا في الريجي من كل الأسلاك تحية ليهم بالحق لأنه هذا واجبنا أكيد ولكن نعملوه بمحبة زايدة نعملوه بغيرة زايدة على القطاع على التلفزة الوطنية ونحبوا أنه ندخل لكم بنسمة مزيانة برشا من بين النسائم حكينا في برشا حاجات مزيانه اليوم وبرشا نصايح هيت نمشيو للنغم هذية وتكون النسمه فنيه يهزنا ليها حسين العفريت وراجعين تفضلوا بكم من جديد توا باش نقول لكم على شنو اللي عملت من وقت اللي غبت عليكم شوية. أنا وقت اللي حطيت مول حم تاب قلنا وب
بالكدا وحطيته في معون وحطيتك الخليط اللي هو متكون من ريغوتا وجبن والسبنيخ اللي ذبلناه وفوحناه والكل وحطيته في الكوشه بيان سور باش يلزموا شويه سورتو في الجري خاطر هو طايب اللحم وما باش ما يتحرقش زاده تحطوا شويه صوص اون سي جامي لكن هو المكثر باش يعمل اكل البشمه من الفوق باش يبدا مزيان به هذه حاجه نسيت شو نقول لكم حقا نساء يموتوا على الهداري هذه نعرفكم تحبوا الجمال وتعتنيوا بالجمال والقشره والبهره ودرشون الو باش نفرحكم اللي ياكل برشا سبنيخ يحطوا حتى ثلاث اربع مرات في الجمعه راهو فيه الكولاجين اي وي يعمل لي لاسيسيتي دو لا بو سي مانيفيك فيه الكا والا والسي والعظام اكل تهشيش تاع العظام زاد بقدره ربي السبنيخ هايل هايل وعندكم هو صحي على الاخر الاكله هذه صحيه شوش فيها فيها السبنيخ فيها الريغوتا اللي هي ما فيهاش دسم ما فيهاش كالوري برشا وفيها شو اسمه البيتا دوز اللي قلنا اللحوم الحمراء فيها البيتا دوز هي لا برشا خاطر تعمل لا ريغولاسيون دو ليبرتونسيون سي ديجا تتنحي ليبرتونسيون والدم يدور بالكدا ويمشي للسيرفو سيستيم نيرفو سي مانيفيك معناها قداش الاكله هذه فيها ثلاثه حاجات تصوروا انتم هذه تعطيوها لوليداتكم الصغار يوليو عندهم العضلات كما قلت لكم تقول لهم بوبي ودرشون يشيخوا يفرحوا انا نحب نولي كيما بي دونك يولي ياكل السبنيخ بون هذه شويه ضحكه شويه مي سينون خرق العاده لكل شيء به عندنا دونك الاكله نتاعنا توا في الفور قاعده باش تتحمر وانا في الوقت هذاك مشيت كما قلت لكم خلطت وعطيتكم كيفاش تخلطوا الفستق والسكر والعطرشيه واللوز وحده والكل به عملت كما حطيت لكم المتكونات وخلطت وحطيت الفخس هذيا كما تقولوني الفستق وزينت هكا زدت شيختها هي بالفستق وزدت حطيت لها كعبيت فستق وهذيا باللوز اللوز يساس ماري بيان افيك الزوزه هاي كاريتو كما نهوني هكا شو مزينها معبيه مشخشخه يفون ميو واحد ياكل كعيبه اثنين بنين خير من اربعه كعبات دقليت وفرغين بون هذايا انا هكا يظهر لي على كل هذايا دونك الديسير نتاعنا تنجموا تاكلوه مع التي ولا اذا كان جعت في السحور زادا ما فيها باس مع كويس حليب ولا قيوه ومن بعد الجماعه جيعوا يعملوا لي هكا باش نموتوا ايبان فوالا هذايا الديسير نتاعنا وعندنا دونك باغ كونتخ اللحمات المجمرين قلنا فما ناس يحبوا حاجه عجينه يحبوا باش يعديوا هي صوص زعره بالمجد ما فيهاش يكلي برشا خبز مش كيما تقول انت بشخشخه بالطماطم والكل اش عملت انا قريت لهم حسابهم الرجال والوليدات الصغار والكل مشيت حطيت مقرونه قرابت هاي تتسمط عليها مقرونه قرابت على خاطر تحب الصوص الزعره وقت اللي ياخذ الحيمه هذيك المجمره بالسبنيخ والريغوتا والجبن وفيها اكل العظيمه اللي هي باش تشد الخليط الكل وطاب اللحم اكل الصوص الزعرة اللي أنا هوني هاي موجودة كما تشوفوا هوني هذيك باش نخلط فيها المقرونة نتاعي في عوض ناكلوها بالخبز نخلطوها بالمقرونة هاكا موجودة هوني ريتو كيفاش فوالا هذيك اش خلط فيها المقرونة باش اللي ياكل لحمة ياكل معاها شوية مقرونة ويحس روحه غاسازيه شوية معناها يشبع هذي اش عندي ما نقول لكم وتوا باش نتعدى الأخت إيناس اللي تستنى فينا شكراً ليك شيف أنا ما تتصورش هالروائح اش عملت في بالحق البنة ما ذقناش أما الروائح بالجارانتي بنينة 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 على الأخر اش عملتوا فينا اللي دو شيف إن شاء الله يتبعوكم والأهم من هذا الكل أنه ديما إن شاء الله نتمنى لكم سفرتكم تكون عامرة وكما بيوتكم وقلوبكم إن شاء الله تكون مليانة بالحب لهنا موضوعنا مزيان طريف صنفوه ووصفوه معايا بعد ما تسمعوا من ضيفي أنور المرزوقي أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ وباحث في التراث اللامادي أهلا وسهلا أهلا وسهلا يعيشك يا ناس مرحبا بك إن شاء الله صوبكم صوب مقبول الجميع يعيشك في وسط الريحة هذه البنينة إن شاء الله بثوابه إن شاء الله خذيب دروس ما يدروس هو هم اللي شاف يشتهدوا ريحة بنينة برشا وربي بي والريحة ما تفطرش عاد هكا ولا ريحة بنينة وإن شاء الله ديما ديارنا نصور حركيه هذه هي اللي موجوده توا في ديار التوينسه الكل كسوا مرا تخدم ولا روحت من الخدمه هذه وقايه تدخل الكوجينه من المفروض هذا الجو الرمضاني صحيح تاعنا هذا الجو الرمضاني حقيقي ونختموها بالماكل البنينه اللي نشموا فيها وبالتراث زاد نرجع تراثنا وموضوعنا طريف اليوم يا ناس كما حكينا
اللي هو تقدموا انت ولا نقدموا وين اليوم؟ البارح حكينا على ليله الشك وحكينا بدينا مدخل هكايا، اليوم قلنا باش نرجعوا لحاجات في الذاكره نتاع جيل معين سي انور، ولا لكن نقولوا المدفع ونقولوا بطبيله، هذوما في ذاكرتي يظهر لي جيل معين. في ذاكرة جيل معين، لكن هذا هو تراثنا كما نحكيو من البارح، تراثنا الرمضاني التراث قديم، والشخصيه نتاع بوطبيله ومن بعد مدفع هي شخصيه معنا جاونا مع الفتره العثمانيه، شخصيه بوطبيله هي شخصيه عثمان الفتره تعود الفتره العثمانيه، والمدفع كيف كيف عنده تاريخ، وهذه في الظاهر يا ناس في ظاهري هذه المدفع والبوطبيله وكل فولكلور، انا سي با فري سي با دو فولكلور. كي نقولوا فولكلور في الفتره القديمه القرن وزوز قرون تالي، احنا كي حكينا البارح عنه رمضان طبعا احنا 14 قرن 1400 سنه. انا باش نتعلم منك راه استاذ في الفتره هذه ناس تراكمت معناتها العدد التجارب في جميع المجالات، في الاكله، الاكله هذه الاكله كي نشوف تو في الاطباق هذه قلت بقوا راه تاريخ وراه حكايه. صحيح احنا غدوه باش نبداو عاده ما نحرقوش المفاجات، غدوه باش ندخلوا نحكيو على تاريخ الاكلات. بوكي الاولاني باش يهزنا الاندلسيات، ميساج خلينا نقول لكم افون جو من توا، غدوه نحكيو على الاكلات الاندلسيه، وبعد غدوه كان عشنا وحياتنا القدره بخير باش نحكيو على الاتراك والاكلات التركيه يعني من اصل تركي. اليوم المدفع تاريخنا مع المدفع يرجع وقت المدفع وبطبيلة تولي شوف الظاهر والصغار ما يعرفوا ما يخلطوش يقول لك هذوما سي دي فولكلور الوغ سي با فري، هذوما مش فولكلور بالعكس ظهروا في الفترة العثمانية المدفع وبطبيلة جاونا مع العثمانيين القرن السادس عشر، لكن صافي بارتي دو نوتر باتريمون سي الباتريمون تاعنا، وال يعني وهي هذه هي وسائل الاعلام وسائل نقل الخبر في الفترة ذيك. امبارح حكيت على حكينا على الرؤية وكيفاش ليلة الشك وكيفاش يقع نقل خبر من الغالب جي ما لقيتش الوقت باش نفسر أكثر. الفترة هذيك ما فماش لا تلافز لا وسائل هذوما الإعلام ما فما حتى شيء، ودونك وسائل الإعلام في الفترة ذي هي من بينها المدفع وبطبيله. دونك اما كانوا سي انور موجودين في كل الاماكن ولا لا؟ لانه حتى ما نعرفش انا مثلا جيلي انا المدفع ما كانش موجود بارتو معناها في كامل الجمهوريه التونسيه، ما يشملش المناطق الكل. صحيح ولا لا؟ كان موجود لك في العشر سنوات الاخيره هذه يعني امور نعرفوها لاسباب نعرفوها الناس كل معناتها المدفع كان موجود، كان موجود يعني في الثمانينات السبعينات الستينات وانا صغير، دونك موجود بوطبيله والمدفع هذوما صافي بارتي معناتها دو بيز معناتها دو باتريمون تاعنا في رمضان. اي اما حبيت نقول انه مش في كل منطقه كيف ما بوطبيله مثلا والله موجود اكثر في الحوم الشعبيه في المدن الكبرى في المدن الكبرى هي شخصيه طريفه ويدور على الديار ويبدا في الليل يقيم بوطبيله والشخصيه يعني يقوموا هذوما بخدمه المجتمع ما سي با دي فولكلور. دونك يقولوا فولكلور خلينا نفسر شو الفولكلور وشو هي البوطبيله. الفولكلور هو مثلا كي يقولوا مثلا الاسطنبالي كي يقولوا البنقه في سوسه البنقه اللي جات منها كلمه بنقه هي هذوما يقوموا بها الزنوج. الزنوج ما تعرف قبل كانوا يعيشوا كوميونيتي ناس يعيشوا في مجموعات وكانوا باش يبرزوا الهويه الافريقيه تاعهم يعملوا هذوما السبكتاكل هذوما يسموه البيات كانوا قبل يموتوا على الفولكلور توسكي اسطنبالي والعيساويه في مارثا عند حمارنا والبوطبيله استاذ هو في الاصل شنو يعمل يعني دوره الاساسي هو انه يقومهم للسحور يعني من الناس بحضور وقت الموعد السحور كي السينيال يعطي سينيال ويدور وكان يعطي يعمل جو في الحوم ويسمي العباد العائله فرد العائله بالواحد بالواحد كيفاش يعمل يعني يدق عليهم بيت ولا يبدا يدور بالبنزين عنده طبيله الطبيله ياخذها للصحفه ياخذها وحده في اغلب الاحيان يمشي للجنابه يشريها ويغلفها يجلدها وحده وتكون هذيك وسيله الاعلام كيما وسائل الاعلام قبل هنا راهم يتفرجوا يقول لك شنو هو بوطبيله وسائل الاعلام قبل راهم الجرايد تقرا في المقهى الراديو في القهوه الحجام يعني حانوت الحجام كان وسيله من وسائل الخبر الخاطبه والحنانه والكل يعني الكل يقربوا شويه للميديا هذوما دونك هذه وسائل الاعلام وسائل نشر الخبر في تلك الفتره. طيب نختم بركة في كلمتين يخلصوه يعني في كيف مع العيد ولا ليلة العيد يخلص يعني بوطبيله يخلص سنة إكرامية يخلصوه كل قدير وقدره وبنسبة مش إلزامي لا مش إلزامي كل قدير وقدره فما شكون يعطيه يا ما عينا ولا نقدا والمدفع راهو جاي مع الأتراك لأنه المدفع قوتهم المدفع الأتراك كانوا القوة نتاعهم في المدافع. باهي
طيب هو في شويه وقت راه سي انور ما استفدنا منك برشا ورجعتنا للحاجات مزيانين الباهي والجميل. انا مثلا ريتهم موثقين في اعمال دراميه وهذه جانب تو نحكيو عليه زاده في مره من المرات. شكرا لك سي انور يعطيك الصحه على اختيار المواضيع. هي مواضيع تبدو طريفه ولكن نرجع بها للتاريخ وللعلم. نمشيو نعملوا جوله في بنزرت، شنو رايكم؟ رينا السوق حي الغزيله مع حنان القاسمي، نمشيو لبنزرت مع ايمان عبد القادر وراجعين. احنا الان موجودين في مدينه بنزرت، حبينا نتعرفوا على العادات الغذائيه الخاصه برمضان في بنزرت، يلا تبعونا في هالجوله. توا في رمضان فما اكلات خاصه بولايه بنزرت؟ فما اكلات ما طيبوهم في السريم في رمضان بيان سور، فما مقرونه الدار اللي هي تقيله تطيب بالدجاج العربي ويطيبوها حتى بالدجاج العادي، معناتها فما الحلال ديما نطيبوها سواء في رمضان ولا سائر الايام في بلاصه الشربه. فما رشتة نجارة يعملوها حلوه ويعملوها مالحه، الحلوه يسحروا بها بالفاكهه والزبيب والدقلة. القطايف في الدار يعملوا السحلب بال هذا يحطوا فيه فواكه جافة، التلشت، الفطاير مختلف أنواعها بالتمر، معناتها هذه سنة حميدة تأبنا عليها في بنزرت، معناتها ديما رمضان نعطيوه حق ولا نعطيوه كارو، أي حاجة عربي نخدموها في الدار، معناتها الحلو ما يتقطعش. شربة كي الناس الكل، بريك، سلاطة، كي الناس. فما المقرونة الدياري؟ المقرونة الدياري هذيك بالواحد، بالسمار تعمل. والله فما شكون مغروم بها، فما لي لا. حاجات الحلوة شنو هو اللي طيب؟ الحلوة كيما الرفيسة بالتمر، فهمت هذيك الحلوة. المسفوف كي الناس الكل. بالنسبة للعلوش يعني شنو نطيبوا به؟ طيبوا جلبانة بالعلوش، رشتة نواصر، رشتة كسكسي صحيح، فهمني معناتها الحاجات اللي كيما نقولوا اللي هي الزمنية. فهمني خاصة في رمضان كيما تعرف تكثر الشهاوي. فهمني وماكلة بنزرت فهمني معروفة على كلمة رب الجمهورية. مرحبا بك حاجة، إن شاء الله رمضانك مبروك. عايش بنتي توا في بنزرت، شنو هي الحاجة؟ بنتي بالأمس. شنو الحاجات اللي طيبوها في بنزرت خاصة بشهر رمضان؟ إيش نطيب؟ إيش نقول لك؟ نطيبوا الكسكسي، نطيبوا رشتة النواصر في المطبوخة. نطيبوا كسكسي الروس نتاع العولة نتاع القمح. ملحة العديل مبطل، للطواجل، مرقة الخضرة، مرقة الجلبينة، هذا هو. وبالنسبة للحاجات الحلوة شنو الطيب؟ حاجات الحلوة كيما صمصة، مقروض، كعك ورقة نعملوه في الدار زيادة، نعملوه نخدموه بيدينا، هذا هو. محل بيا كريمة، هذه صهرية. شربة الشعير، مرقة لوبيا، والنواصر، مقرونة الدار، هذه هي. مقرونة الدار تحضروها قبل بمدة؟ إيه نحضروها، واللي يحب فرشك فرشك، هذيك هي، بنزرتية احنا. كل شيء ديري، ملسوفة، رشتة، حليلم، حمصة، كل شيء ديري. فما حاجة سبيسيالي طيبوها البنزرتية في رمضان؟ مقرونة، عنا المقرونة هي البنزرتية، وعنا الغرايف، وعنا النجارة. كانت هذه جولتنا اليوم في مدينة بنزرت، إن شاء الله نتقابلوا في ولايات أخرى مع عادات غذائية أخرى. الكلمة ليك إيناس. شكرا لزميلتي إيمان عبد القادر، شكرا لكل زملائي الحقيقة اللي متجندين باش يوصلوا لكم الصورة، صورة الشارع التونسي ونبض الشارع التونسي في الشهر الفضيل هذايا. هوني نحكيو على إيفينمون مزيان على الأخر، على ميساج مزيان على الأخر. معاك محمد أولاد الحيلة، قبل كل شيء كل عام وأنتي حي بخير، إن شاء الله رمضان الخير واليمن والبركة. مرحبا. عايشك ناس، شكرا ليك وان شاء الله رمضان كل مبروك. طبعا نقدمك من خلال تراسك لجمعيه معا للمواطنه والتغيير اللي ديما في نفس التوقيت هذايا تجيو بحضينا باش نحكيو على حدث انساني كان نجمو نقولوا مساج انساني ايضا. انطلقتوا ولا بديتوا في التحضيرات؟ صحيح ايناس، مشكور على الدعوه. كالعاده كل عام جمعيه مع المواطنه والتغيير نشتغلوا على قفه رمضان اللي نسموها قفه الخير، هي خير للناس كلها. صنعنا هدف كبير هو 500 عائله تقريبا منذ شهر ونص انطلقت التحضيرات.
الان في صدد التوزيع، بدينا ب 100 قفه الجمعه اللي فاتت، وتوا ماشيين الجمعه هذه باش نبداو ننطلقوا في ال 100 الثانيه. الحمد لله التوانسه ثم برشا توانسه تفاعلوا معنا، ننتظروا بعد المداخله هذه تفاعلوا معنا برشا توانسه. السنه الاوبجيكتيف اختارنا انه كما نعرفوا برشا عائلات خاصه فقدوا اباء وامهات في فتره الكوفيد، معناتها الوضعيه الاقتصاديه والتصعيبه زادت في البلاد مع ندره المواد الغذائيه. الاشخاص ذوي الاعاقه اللي عندهم اولويه، وان شاء الله نهار لحد هذا باش نكونوا مع جمعيه صوت الاصم بالتعاون معهم الجمعية بتوفر عدد مهم من التبرعات للأشخاص ذوي الإعاقة، كيف كيف حتى في التعاون مع الدولة اللجنة الجهوية للضمان الاجتماعي والعمل الاجتماعي ببن عروس الجمعية، كيف كيف أخذت عائلات تكفلت بهم، والحمد لله ماشيين في التوجه هذا، وإن شاء الله نوصل الهدف تاعنا. قديش كنتوا عاملين أول سنة 500 عائلة مستهدفة؟ أي عاملين أول 300 معناها من عام لعام ما شاء الله الخير زاد، وإن شاء الله يعم أكثر. صحيح، وان شاء الله العام الجاي نكونوا اكثر نمشوا اكثر. الحقيقه نحب نشكر زاده ايناس بالمناسبه التوانسه اللي عاونونا برشا سواء في تونس ولا خارج تونس، برشا تبرعات وبرشا سخاء. واللي يحب يتواصل معكم محمد كيفاش؟ سهل برشا، اللي يجي بحثنا في مقابل الجمعيه في المروج الخامس مرحبا به، كيف كيف ينجم يتبرع بالتبرعات ماليه، يدخل على صفحه الجمعيه جمعيه معلم المواطنه. احنا كنا راهو في صور جمعيه معلم المواطنه والتغيير، ينجم يتواصل معنا، والا رقم الهاتف للجمعيه اللي هو 52 0366 55. نستناو في قلوب التوانسه الكبار، وان شاء الله ان شاء الله بعد المرور هنا الناس يتصلوا بينا، وان شاء الله نفرحوا اكبر عدد من العائلات. شكرا لك محمد. في شويه وقت المهم انه المساج يخلط ويوصل، وديما نعملوا على قلب التوانسه الرحيم داخل وخارج الجمهوريه التونسيه. نسمعوا واحنا ماشيين للكوجينه باش نشوفوا الشكل النهائي للاطباق نتاعنا. البارح سمعنا محمد منير مدد مدد، اليوم نسمعوا ياسمين الخيام في النغم هذا. يلا نمشي مع بعض. بارتنا بالنسبة لليوم عملنا في المقدمات أكيد لازمنا شربة في رمضان، عملنا شربة فريك بالحم، عملنا البريك الدنوني باش نوريو المشاهدين نتاعنا الفخس نتاعنا كيفاش في وسط البريك. هذا البريك الدنوني احنا نقولوا حشوشة، أي كيفاش حشوشة من الداخل. والبندق عندنا لهنا البندق الحم مفروم شوية جبنة باش ما يجيش قوي برشا، ديجا هو باني. هذا البريك الدنوني نتاعنا. هذايا بالنسبة للمقبلات، ومدام كوثر عملت لنا الطبق الرئيسي والدقله. ايناس جوست البريك الدنوني بخلاف الدبارة شقان الفطر نجمو راهو نمدوه في السهريه كي يجينا شكون يبدا كي مثلت في الوسط سالي. اي مع شويه كي اللزوم السهريه. اي مزيان برشا الحقيقه ونحبوه. مدام كوثر به الو انا كيما تشوفوا اللحمات المجمرين هاوما وجمرتهم وطابوا والصوص يقولوا لي فيسا مدام كوثر كان ينجم الصوص واحد ياكلها بالخبز، لكن انا خيرت خاطر فما وليدات صغار ورجال يحبوا حاجه ترزنهم، دونك حطيت شويه مقرونه قرابت. طيب شكرا لكم للشيف زوز، عنا مربوطين بحكم الموعد نتاع الاذان، احنا هكا وخير من هكا كل يوم، نتلاقاو غدوه ان شاء الله. شكرا لدو شيف، وان شاء الله سفره عامره، وان شاء الله نتلاقاو في الخير غدوه.